ده لو كريستيانو رونالدو أصدقائي انتقل إلى باريس سان جيرمان، فهكذا ستكون يعني تشكيلة باريس سان جيرمان. لدينا في حراس المرمى دوناروما، ولدينا في الدفاع سيرجيو راموس وماركينيوس ونونو مينديز وأشرف حكيمي، ولدينا في الوسط ماركو بيراتي ونيمار وبينالدوم، ولدينا في الهجوم ليونيل ميسي وكيليان بامبي، وفي رأس الحربة كريستيانو رونالدو. فقط تخيلوا معي أصدقائي هذه الخطة، يعني هذا الرباعي المرعب، نيمار يعني أمامه يعني مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وفي الوسط لدينا ماركو بيراتي وبينالدوم، يعني الدفاع يعني الأسطوري سيرجيو راموس ماركينيوس نونو مينديز يعني موهبة الصغيرة البرتغالية، والمغربي يعني فخر العرب أشرف حكيمي، وفي حارس المرمى صراحة لا أحب دوناروما، ولكن يعني حارس يبقى حارس جيد. فهل تتم يعني ونرى هذه الخطة الأسطورية؟ يعني صراحة أتمناها فقط لألعب بها يعني في الفيفا أم في البيس، يعني صراحة يعني شيء رائع رائع، زعما النظر إليها يعني فقط يعني شيء رائع. يعني تخيل معي، شوف انظروا في هذه الصورة وتخيلوا فقط، لأن من الصعب جدا أن تكون يعني هذه صورة حقيقية للأسف شديد.